أنا أعرف ناس ابنهم زنجلوه، زنجلوه راح بايع، إجا زنجيل زنجلوه مدة شهرين، مدة شهرين زنجل، قالوا هذا واني اتبيته ماكو شيء ما أروح وياهم بعد، فتحوا الزنجيل أكل وياهم، قوم اصطفى راح سوى انتحاري. هذا الطفل عمره 13 14 سنة 15، هذا ما عنده عقل. فأنت هسه يعني أني أتمنى من الجهات الأمنية والله لا يلوم رب العائلة يعني على هذا الطفل بهالعمر هذا، هواي ناس راحت والله قلت لك أنا أعرف زنجيل أكثر من زنجيل، وجاء خالة شوفني صورته قال لي هذا منزليه بالمجلة مالتهم مال دواعش، ما يعرفون أهله وين، يعني جاي يخطفون عقول الأطفال. هذا الطفل